السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنة أولى. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايه مفتاح، زميلتكم فرقة تالتة، واهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن الدراج انتر اكشن. يعني ايه دراج انتر اكشن؟ يعني التفاعلات الدوائية. برضو مش فاهم يعني ايه بالظبط. قالك ببساطة، انت لو اديت تو دراجز او اكتر مع بعض، ايه تأثيرهم على بعض؟ هل هم هيزودوا تأثير بعض، ولا هيلغوا تأثير بعض، ولا هيعملوا ايه بالظبط؟ ده ان شاء الله اللي هندرسه في موضوعنا النهاردة. خلونا كده نبدأ ونقول الديفينيشن بتاعنا. ايه هو الدراج انتراكشن؟ قال لك هو biological response mediated by simultaneous administration of more than one drug. يعني زي ما احنا قلنا، انت اديت اكتر من دراج، الاثنين او الدراجز اللي انت اديتها دي هيكون تاثيرها ايه على بعض. هناخد ثلاث انواع من الدراج انتراكشن، ثلاث انواع من التفاعلات الدوائيه اللي ممكن تحصل في الجسم لو انت اديت اكتر من دراج مع بعض. اول حاجه اللي هي pharmaceutical interaction، فارماكوكاينيتك انتر اكشن، وفارماكوديناميك انتر اكشن. طب احنا عارفين فارماكوكاينيتك وفارماكوديناميك، وخدناهم قبل كده في الجنرال. ايه بقى الفارماسيوتيكال انتر اكشن دي؟ قال لك بص، الفارماسيوتيكال انتر اكشن دي هي بيقول لك ايه، ريزلت فروم كيميكال او فيزيكال اكشن ما بين الدراجز، لكن ايه، اوتسايد ذا بودي. يعني التفاعل اللي بيحصل ما بين الدراجز دي بيكون ايه، اوتسايد ذا بودي، بره الجسم. طب الاوتسايد ذا بودي ده اللي هو مثلا ممكن يحصل فين؟ يديني مثال كده. قال لك مثلا شركات الادويه، هم بيعملوا دراج جديده، او بيختبروا مثلا الانتر اكشن بتاع الدراجز، بس اوتسايد ذا بودي بيشوف الاثنين دول او المادتين الكيميائيتين دول لو حطيتهم مع بعض هل هم هيتفاعلوا سواء فيزيكال او كيميكال، وايه اللي هيحصل بالظبط. تمام؟ فالفارماسيوتيكال انتر اكشنز دي اوتسايد ذا بودي، هو برده دراج انتر اكشن كيميكال او فيزيكال، لكن ايه، اوتسايد ذا بودي. تمام؟ مش علينا نعرف اكتر من كده، بس كده. تمام؟ طيب ندخل على تاني نوع اللي هو الفارماكوكاينيتكس. احنا عارفين الفارماكوكاينيتكس كتعريف اللي هي ايه، what the body does to the drug، الجسم بيعمل ايه في الدواء. خدتوها قبل كده اللي هما الاربعه توبكس اللي قدامنا دول، اللي هو absorption distribution metabolism excretion. تمام؟ خدناهم دول في الجنرال. طيب تعالوا بقى دلوقتي ما نشوف الفارماكوكاينيتك انتر اكشن ده بيعمل ايه. نبدا باول عنوان معانا وهو الابزوربشن. في الابزوربشن احنا هناخد اربع عناوين، الاربع عناوين كلهم يعني هنتكلم فيهم ازاي الدراجز بتاثر على الابزوربشن، لكن عن طريق ميكانيزم معينه. نبدا باول واحد اللي هو الجاستريك موتيليتي. هنشوف ايه الدراجز اللي بتاثر على الجاستريك موتيليتي، فبالتالي بتمنع الدراجز التانية اللي بتمتص اصلا من المعده. بالراحه كده، ايه الكلام الكبير ده؟ قال لك بص ببساطه كده، انت دلوقتي عندك دراج بيمتص من المعده، حلو، انت خدت دلوقتي الدواء والدواء ده بيمتص من المعده بتاعتك. تمام؟ فالدواء بياخد وقته وبراحته على ما يمتص ويروح السيركيوليشن بتاعتك والكلام ده كله. طيب انت دلوقتي جيت رحت مدي معايا دواء تاني، الدواء ده بيروح مزود حركه المعده، بيخليها تتحرك بسرعه او يخليها تنقبض وتنبسط بسرعه. طب ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ قالك انت عملت تزود حركه المعده، فانت بتحرك الدواء، يعني بتحرك الدواء من المعده بسرعه، والدواء ما لحقش يمتص في المعده، يبقى انت كده ايه، اثرت على امتصاصه. نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا. قالك الانكريز جاستريك موتيليتي هتساوي ايه، هتساوي ديكريز ذا ابزوربشن. انت زودت حركه المعده، افتكرها ان الدواء مش لاحق ياخد وقت ان هو يمتص. تمام؟ طيب مين اللي بيعمل الحركه دي؟ قالك اللي بيعمل الحركه دي دراج اسمه ميتوكلوبريمايد. الميتوكلوبريمايد ده بيعملها مع مين؟ بيعملها مع الديجوكسين. الديجوكسين ده دواء في الهارت فيلير. لا انتوا لسه ما خدتوش، ماشي. الديجوكسين ده بيمتص يا جماعه في المعده، حلو. الديجوكسين محتاج وقت عشان يمتص براحته، لكن الميتوكلوبريمايد مستعجل، اللي هو يلا بسرعه خلينا نخلص، لكن مش مديله وقت ان هو يمتص، حلو الكلام. فبالتالي بيضايقه ان هو ما بيساعدوش او بيقلل الابزوربشن بتاعه. طب مين بقى الجدع اللي بيقف جنب الديجوكسين ويخليه يمتص كويس؟ قال لك الاتروبين. ليه؟ خدتوا الاتروبين قبل كده، فاكرين الاتروبين كان بيعمل ايه في الجي اي تي؟ كان بيقلل الحركه بتاعتها، وبالتالي هو بيقلل الجاستريك موتيليتي، فبيساعد الديجوكسين ان هو يمتص براحته، حلو. يبقى مين اللي بيضايقه؟ الميتوكلوبريمايد. مين اللي بيساعده؟ الاتروبين. تمام؟ ده كده بالنسبه للايه، للدراجز للجاستريك موتيليتي والدراجز المثال عليها. طول ما احنا ماشيين كده هناخد كل حاجه وناخد برضو ايه، مثال عليها. نفس الفكره بالظبط، نفس الكلام تيبيكال الانتستاينال موتيليتي، نفس الفكره. عندك دراجز بتمتص في الانتستين، لو انت زودت حركه الانتستين ايه اللي هيحصل؟ الدراج مش لاحق ان هو يمتص، وبالتالي ايه، عدي بسرعه من قبل ما يمتص. تمام؟ طب مين اللي بيعمل الحركه دي؟ قالك البرجيتيفز. البرجيتيفز دي اللي هي الملينات، الناس اللي بيكون عندها امساك او كده بتاخد ملينات، فالبرجيتيفز دي بتزود اصلا الانتستاينال موتيليتي، فبالتالي تقلل ايه، تقلل الدراجز اللي بتمتص عن طريق الجي اي تي، ديكريز جي اي تي ابزوربشن اوف اي دراجز. تمام؟ طيب قال لك كمان ان مش بس البرجيتيفز دي اللي هي بتزود حركه الامعاء، قال لك كمان الناس اللي بيكون عندها دايريه، اللي مش اللي بيبقى عنده دايريه ده اصلا ما بيبقاش ملاحق كل شويه في الحمام، هو اصلا معدته ايه، سوري الامعاء بتاعته ايه، عماله تتحرك بسرعه وتفضي كل اللي فيها، وبالتالي لو جيت تديله ساعتها اصلا وقت دراج هو
بيمتص في الانتستين هو اصلا عنده دايريه، يعني هو اساسا الامعاء بتاعته سريعه لوحدها، فانت بتدي له دراج بيمتص من الامعاء فمش هيمتص وجسمه مش هيستفيد بيه. تمام، يبقى انا عندي الانتستينال موتيليتي هي هي الجاستريك موتيليتي بالنسبه للحركه، والله هتزود لي الحركه بتاعه المعده او بتاعه الامعاء، الدراجز اللي بتمتص فيهم مش هتلحق. ادينا مثال على الجاستريك موتيليتي، قلنا ميتوكلوبريمايد بيضايق الديجوكسين والاتروبين هو اللي بيساعده، اما في الانتستينال موتيليتي قال لك خلي بالك لو عنده دايريه اوعى تدي له دراج بيمتص في الانتستين، وكمان خلي بالك لو انت بتدي له دراج بيمتص في الانتستين ومثلا كان عنده امساك، لو اديته ملينات اللي هي البروجيتيفز هتعمل ايه؟ مش هيمتص برضو الدراج التاني اللي انت مديهوله. تمام، تمام، ده كده بالنسبه لاول ايه، اتنين سب تايتلز من الابزوربشن. عندك كمان الحاجات اللي بتاثر في الابزوربشن، عندك الجاستريك بي اتش اللي هي درجه او القسط الهيدروجيني للمعده. احنا عارفين ان القسط الهيدروجيني للمعده كام؟ 1.5، حمض جدا. طيب عندك انواع من الدراجز هي اساسا اسيدك دراجز، هي اساسا بطبيعتها اسيد، الماده الكيميائيه بتاعتها اسيد، وبالتالي لما بتيجي تديها هي بتمتص من المعده بسهوله جدا. تمام، فانت عندك الاسيدك دراجز بتمتص من الاستومك، وعندك البيزك دراجز العكس بقى بتمتص منين؟ بتمتص من الانتستين، الوسط بتاعها ايه؟ البي اتش بتاعها الكلاين. حلو الكلام، فانت عندك الاسيدك الطبيعي بتمتص من المعده، والبيزك دراجز بتمتص منين؟ من الانتستين. طيب اديني مثال كده على الاسيدك دراجز، قال لك الاسيدك اسبرين، اسيدك اسبرين اي اس اي، هي مش اي اس بس يعني بالنطق اسيدك اسبرين. حلو، بيمتص ده من المعده. طيب تخيل كده بقى واحد عنده حموضه وتعبان وانت مضطر ان انت تدي له انتاسيد، عارفين الانتاسيد دي اللي هي ايه؟ اللي هي معادلات الحموضه، بتبقى ماده كده قلويه او قاعديه بتديها عشان تعادل الحموضه، تعمل تفاعل التعادل ده، حمض مع قاعده ملح وميه، خلاص الحموضه بتاعته راحت. واحد بقى عنده حموضه وانت جيت تدي له الانتاسيد ده وهو عايز ياخد اسبرين يا سيدي عشان مصدع ولا عشان عنده اي حاجه، هل الاسبرين كده هيمتص؟ قال لك لا، انت بتقلل الابزوربشن بتاعه. طب ليه؟ قال لك علشان اساسا الاسبرين ده هو اسيدك دراج وهو اساسا رايح يمتص من الاستومك علشان هي وسط حميضي زيه، انت بقى جيت تدي لي انتاسيد انت قللت الحموضيه وبالتالي قللت الامتصاص بتاع الاسبرين. حلو الكلام، تمام. عندنا مثال على البيزك دراجز اللي بتمتص في الانتستين، الافيدرين. يبقى عندنا الاسيدك اسبرين اي اس مع اي اس، وعندنا البيزك دراج افيدرين. بيزك افيدرين بيمتص فين؟ في الانتستين. بيزك افيدرين يمتص في الانتستين، تمام، احفظوه. طيب كده خلصنا تالت حاجه في الابزوربشن. عندنا ايه تاني في الابزوربشن؟ قال لك الفود، الاكل. فاكرين مثلا لما، او مش فاكرين يعني اكيد كلنا لحد دلوقتي مثلا لو حد هيجي ياخد دواء او كده والدكتور بيكون كاتب له في الروشته ايه؟ قرص بعد الاكل، ودواء تاني قرص قبل الاكل بنص ساعه، وقرص بعد الاكل بساعه. طب ايه بقى، ايه الاكل اصلا؟ الاكل ايه تاثيره في الموضوع؟ قال لك ايوه، ما الاكل بيأثر في الابزوربشن بتاع الدراجز، بعض الدراجز. طب اديني مثال كده. قال لك مثلا مش انت لما بتاكل والاكل بيبدا يتهضم ايه اللي بيحصل؟ مش انت بيطلع لك بايل اللي هي العصاره الصفراويه، ومش انت كمان بيطلع لك جاستريك جوس اللي هي العصاره المعويه؟ الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ بتساعد اساسا في هضم الاكل بتاعك. فانت الحاجات دي لما بتطلع لما انت بتاكل، حاجه من الاثنين، يا اما هتزود امتصاص بعض الدراجز يا اما هتقلل امتصاص بعض الدراجز، بالراحه كده. طب بديهي لو انا عايزه ادي دراج مثلا الامتصاص بتاعه بيزيد قوي لو في بايل سكريشن كتير، يعني انت مثلا البايل سكريشن اللي هي العصاره الصفراويه، مثلا انا عندي دراج بيزيد الابزوربشن بتاعه في وجود العصاره الصفراويه، يبقى انا احسن حاجه اديهولك امتى؟ اديهولك بعد الاكل، لان انت لما تاكل والاكل يبدا يتهضم والكلام ده كله يبدا ايه؟ يطلع البايل، ويبدا الدواء اللي انا اديته ده يروح ممتص بسهوله جدا. زي مين؟ زي البروبرانولول. البروبرانولول اللي هو بيتا بلوكر لو خدتوه قبل كده، وعلشان نسكمها نقول ايه؟ بايل مع بروبرانولول، بايل سكريشن مع بروبرانولول اللي هي بي مع بي. تمام، البروبرانولول بيزيد الابزوربشن بتاعه مع البايل سكريشن. طب ليه هو بيزيد اصلا مع البايل سكريشن؟ قال لك هي اصلا البايل بتعمل ايه؟ مش هي البايل اصلا وظيفتها انها تهضم الدهون؟ قال لك اه. طب ماشي، ما هو اساسا البروبرانولول ده هو فات سولابل دراج، يعني من نوعيه الدراجز اللي بتدوب في الدهون، وبالتالي انت لما بتزود البايل بيزيد معاه او بيزيد الابزوربشن بتاع البروبرانولول في وجود البايل. حلو الكلام. طيب والعكس صحيح، انت عندك مثلا دراج زي مثلا الاسبرين، لو فاكرين كنا بنقول الاسبرين هو بيمتص في الاستومك عشان الوسط بتاعها اسيدك. طيب عندك مثلا دراج يا سيدي بيزك دراج، والبيزك دراج ده محتاج ايه؟ مش عايز وسط حميدي انه يشتغل فيه، ما ينفعش اديه بعد الاكل. ليه؟ لان انت برضو لما بتاكل الجاستريك جوس بتاعك بيزيد، وبالتالي الحموضه بتزيد، فيجي دراج زي الامبسيلين اللي هو بيزك دراج ما يعرفش يمتص فين؟ في الاستوم. حلو الكلام. يبقى انت عندك حاجه من الاثنين،
الفود بيتحكم في ايه؟ بيتحكم في حاجه من الاثنين، يا اما هدي دراج بعد الاكل، لان الحاجات اللي بتتفرز بعد الاكل عشان تفتكروها كده، الحاجات اللي بتتفرز بعد الاكل بتساعدني، زي مين؟ زي البايل سكريشن مثلا، بتساعد في هضم الدهون اصلا، فلو اديت دراج فات سولابل هيعيش الدنيا والدنيا زي الفل، وايه؟ هيعيش حياته ويمتص. طيب لو العكس صحيح بقى، دراج تاني اساسا مش عايز الحاجات اللي بتتفرز دي، يبقى ما اديهوش قبل الاكل، اقول له ايه؟ خده يا سيدي قبل الاكل بنص ساعه ولا حاجه. حلو الكلام؟ طيب ده كده بالنسبه للايه؟ للفود. وكده خلصنا الابزوربشن. يبقى نقول تاني، قلنا ايه في الابزوربشن؟ قلنا الجاستريك موتيليتي والانتستينال موتيليتي هما نفس الحاجه، ما تزودش الايه؟ ما تزودش الحركه بتاعتهم علشان الابزوربشن كده هيقل. وقلنا الجاستريك بي اتش، وقلنا الفود، وفهمنا هما دول بيعملوا ايه بالظبط في الابزوربشن. ندخل على تاني توبيك معانا اللي هو الديستريبيوشن. عندك الديستريبيوشن هناخد عليه مثال، وهو بيقول لك ايه؟ السلفونامايد. السلفونامايد ده انتي بايوتيك على الذاكره، انتي بايوتيك تمام. السلفونامايد ده بيعمل ايه؟ بيجي على البيلروبين ويروح شايله من على الريسبتور بتاعه. طب ولما يشيل البيلروبين من على الريسبتور بتاعه ايه اللي هيحصل؟ انت كده بتزود البيلروبين في السيركيوليشن، يعني البيلروبين ماسك في الريسبتور بتاعه قاعد كافي خيره وشره. انت جيت اديته السلفونامايد ده، او اديت الطفل ده السلفونامايد، راح السلفونامايد ده ببلطجه كده يروح زائق البيلروبين من على الريسبتور بتاعه ويروح ايه؟ موقعه. طب لما يوقعه هيروح فين؟ هيزيد النسبه بتاعته في الدم. طب لو زاد في الدم هيبقى هيعمل لي ايه؟ هيعمل لك هايبر بلوري استنى عشان دي بعاني على ما بقراها، هايبر بليروبينيميا. هايبر بليروبينيميا، هايبر اللي هو زياده، بليروبين اللي هو بليروبين، ايميا دي اي حاجه اخرها ايميا اللي هو مقصود بيها ايه؟ في الدم. طيب انت كده زودت له البليروبين في الدم بتاعه، طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيجي حاجه للانفانتس اللي هم الاطفال يعني، الرضع، اللي هو مرض اسمه كرينكتراس. ايه كرينكتراس ده اصلا؟ قال لك اصلا غلط جدا ان نسبه البيلروبين دي تكون زايده بالشكل ده في الدم. فانت عندك الطفل مثلا، الناس الاطفال اللي بيجي لها الصفره، ليه بنلحق نروح للدكتور جري علشان يلحقهم بدري؟ قال لك علشان اصلا نسبه البيلروبين دي لما بتزيد بتوصل للبرين، بتعدي البيلروبين ده بيعدي البلاد برين بارير ويوصل للبرين ويدمر لك الخلايا اللي فيه. طبعا مصيبه، كارثه كبيره جدا، اللي هو مرض الكرينكتراس ده. ومرض الكرينكترز اللي هو تدمير في خلايا المخ بسبب ايه؟ بسبب الهايبر بيليروبينيميا. هايبر بيليروبينيميا بسبب مين؟ البيليروبين زاد في الدم. مين اللي زوده؟ قال لك هو كان قاعد في الريسبتور ما بيعملش حاجه، جه السلفونامايد راح ايه؟ منزله وموقعه في الدم. حلو الكلام؟ طيب حلو جميل. معانا مين تاني؟ مثال مين تاني؟ قال لك كمان معاك الاسبرين. الاسبرين بيروح جاي على الانتيكواجولانتس برضو ويروح شايلها من على الريسبتور بتاعها. يعني الانتيكواجولانتس دي اللي هي مضادات التجلط، يعني مثلا لو واحد بيجيله جلطات كتير فالدكتور بيديله ايه؟ انتيكواجولانت اللي هو ماده مانعه للتجلط، تمام؟ فيجي الاسبرين ده يروح ايه؟ زائقها من على الريسبتور بتاعها، ونفس الكلام يروح مزودها في البلد، تمام؟ ده كده بالنسبه للديستريبيوشن، مش هنقول فيه اكتر من كده. عندنا مثالين، السلفونامايد والاسبرين، الاثنين دول بلطجيه، بيعملوا ايه؟ بيروحوا زقين الدراجز الثانيه من على الريسبتور. السلفونامايد يزق البيلروبين، والاسبرين يروح مبلطج على الانتي كواجولانت، تمام؟ طيب ندخل على تاني توبيك معانا اللي هو الميتابوليزم. قال لك الميتابوليزم عندك، هناخد فيه مثال واحد بس اللي هو الاستروجين. قال لك الاستروجين، طالما حطيت استروجين يبقى قول لي على طول ان هو هيباتيك انزيم انهبيتور، بيعمل انهيبيشن للهيباتيك انزيمز كلها. طيب تمام، يبقى انا كده عملت ايه؟ قال لك ما هو انت عندك الانتي كواجولانتس اصلا بيحصل لها ميتابوليزم فين؟ بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر. طب انت كده عملت ايه؟ انت قللت لي الانزيمز بتاعت الليفر، وبالتالي هتيجي الانتي كواجولانتس مش هيعرف يحصل لها ميتابوليزم، كده انت قللت الميتابوليزم بتاعها، تمام؟ يبقى انت عندك في الميتابوليزم عندنا مثال واحد اللي هو الايه؟ الاستروجين. الاستروجين بيعمل ايه؟ انهبيشن للهيباتيك انزيمز. طيب لما يعمل انهبيشن للهيباتيك انزيمز، مين اللي محتاجها؟ الانتي كواجولانتس محتاجاها، مش هيقدر يحصل لها ميتابوليزم، تمام؟ اخر حاجه معانا في الفارماكوكاينيتكس الاكسكريشن. قال لك بقى الاكسكريشن انت عندك حاله من الاثنين، يا اما تعمل لي اليورين الكالين، يا اما تعمله لي اسيد. طب انت لو عملته لي الكالين كده انت بتزود السكريشن بتاع مين؟ قال لك ما هو استنى، انت عندك اليورين خليته لي الكالين، فالالكالين بيحب ايه؟ او القاعده بتحب ايه؟ بتحب الحمض، فانت خليته لي الكالين، فكده انت بتزود الاكسكريشن بتاع مين؟ بتاع الاسيدك دراجز، اللي هو اول ما الوسط يبقى قاعدي تيجي الاسيدك دراجز جري جدا. افتكروها كده باقطاب المغناطيس، الاقطاب المتشابهه بتتنافر والاقطاب الايه؟ متعاكسه بتتجاذب. نفس الحكايه هنا، عندك الالكلينيزيشن لليورين بتخلي الوسط الكلين، يسحب معاه الاسيدك ايه؟ دراجز، ويخرجها في اليورين على طول. زي مين مثلا الاسيدك دراجز؟ افتكروا كده قلنا مين؟ انتوا بتغشوا طبعا دلوقتي بس انا هثق فيكم. افتكروا احنا قلنا مين
في مين من الدراجز اللي هو كان اسيدك؟ قلنا كده صراحة الاسبرين. فالاسبرين اول ما يلاقي اليورين او انت اديت معاه دراج مثلا يخلي اليورين الوسط بتاعه الكالاين، ده يسهل الاكسكريشن بتاع الاسبرين. العكس صحيح، عندك الاسيدفيكيشن اوف يورين، لو خليت الوسط بتاع اليورين اسيد سواء بقى بدراج او اصلا اي حاجه حصلت في الجسم خلت الوسط بتاع اليورين اسيد، ده كده هيزود ايه؟ هيزود الاكسكريشن بتاع البيزك دراج. واحنا برضو قلنا مين من الدراجز كده بيزك صريح؟ كنا قلنا الافيدرين. يبقى احنا عندنا الاسبرين والافيدرين قلناهم مرتين، مره في الاكسكريشن ومره فين؟ في الجاستريك بي اتش. قلنا ان الاسبرين اسيدك دراج والافيدرين ايه؟ بيزك دراج. طب الاسيدك دراج هيمتص فين؟ في الاستومك، والبيزك دراج هيمتص فين؟ في الانتستين. طب نيجي بقى بما اننا احنا الاثنين قلناهم اهو، نيجي بقى على الاكسكريشن، نقول الاسبرين هيبقى سهل خروجه امتى؟ قالك هيبقى سهل خروجه لو الوسط بتاع اليورين الكلاين. طب والعكس، الافيدرين هيبقى سهل خروجه امتى؟ خروجه مش امتصاصه، هيبقى سهل خروجه امتى؟ هيبقى سهل خروجه لو اليورين اسيدك. تمام. طيب نعيد كده سريعا على اللي احنا قلناه. اول حاجه احنا اتكلمنا على الابزوربشن او التوبك خالص في الفارماكوداينامكس، في الفارماكوداينامك انتراكشن اتكلمنا فيه على الجاستريك موتيليتي، واتكلمنا فيه على الانتستينال موتيليتي، انكريزد ديكريزد ابزوربشن، انكريزد الحركه ديكريزد ابزوربشن. ادينا مثال على جاستريك موتيليتي اللي هو مين؟ ميتوكلوبريمايد هيضايق مين؟ هيضايق الديجوكسين. ميتوكلوبريمايد هيضايق الديجوكسين، مين صاحبه؟ مين اللي هيساعده؟ قال لك الاتروبين. الاتروبين احنا خدناه قبل كده، الاتروبين بيعمل ايه؟ بيقلل الجاستريك موتيليتي اصلا. الانتستينال موتيليتي نرجع تاني ونقول اللي عنده دايريه اوعى تديله دراج بيمتص في الايه؟ في الانتستين. وكمان اللي عنده امساك مثلا اوعى تديله بارجيتيفز وانت بتديله ايه؟ دراج بيمتص في الانتستين، لانه كده مش هيمتص. تمام. اتكلمنا كمان في الجاستريك بي اتش وقلنا ان عندنا اسيدك دراج الاسبرين بيمتص في الاستومك، فلو اديت انت انتاسيد اللي هو مضادات الحموضه اللي هي ماده اصلا قلويه او ماده قاعديه، انت كده بتوقف الابزوربشن بتاع الاسبرين. ولو انت اديت والعكس بقى، انت عندك البيزك دراجز الافيدرين هو اصلا بيز فبيحب يمتص فين؟ في البيزك ميديا اللي هي الانتستين. نتكلم على الاكسكريشن بتاعهم بالمره، قلنا الاسبرين بيخرج اسهل لو الوسط بتاع اليورين الكلاين، وقلنا الافيدرين بيخرج اسهل لو الوسط بتاع اليورين اسيدك. الاقطاب المتشابهه تتنافر والاقطاب المتعاكسه تتجاذب. طيب الفود، قلنا الفود افتكر الدكتور وهو بيقول لك خد ده بعد الاكل خد ده قبل الاكل. هو ليه قال لي بعد الاكل؟ قال لك بعد الاكل علشان هو فات سولابل دراج بيدوب في الدهون. طب انا استفدت انه بيدوب في الدهون؟ قال لك ما انت بعد الاكل البايسكريشن بتاعك بيزيد، وبالتالي ايه؟ الابزوربشن بتاع الدراج اللي هو مديه لك هيزيد، عشان كده قال لك خده بعد الاكل. طب ليه بيقول لك على الدراج التاني خده قبل الاكل؟ قال لك علشان الدراج اللي هو اداهولك ده لو كان مثلا مديك امبسيلين مثلا، قال لك الدراج ده ما بالجاستريك جوس اللي بيطلع وانت بعد ما تاكل بيقلل الامتصاص بتاعه، بالتالي بيقول لك ايه؟ خده بعد الاكل. تمام. اتكلمنا بقى في الديستريبيوشن وخدنا مثالين، قلنا اول واحد السلفونامايد البلطجي بيبلطج على البيلروبين ويعمل لك هايبر بيلروبينيميا. تمام قلتها اهو. الهايبر بيلروبينيميا دي بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك مرض اسمه كيرنكتراس عند الانفانتس، اللي هي زياده البيلروبين في الدم بتاعهم يعدي البلود برين بارير ويدمر خلايا المخ. خدنا مثال كمان الاسبرين بيبلطج على الانتيكواجولانتس، نفس الحكايه. الميتابوليزم قلنا مثال واحد اللي هو الاستروجين بيبلطج على مين؟ ما بيبلطجش على حد، ده هو بيقلل الهيباتيك انزيمز، وبالتالي لما الهيباتيك انزيمز تقل الابزوربشن سوري الميتابوليزم بتاع الانتي كواجولانتس اللي هي مضادات التجلط هتقل. تمام. نيجي على ثالث نوع والاخير من انواع الدراج انتر اكشنز اللي هو الفارماكوديناميك انتر اكشن. اصلا احنا خدنا الفارماكوديناميك اللي هو ايه اصلا تعريفه في الجنرال، قلنا ان الفارماكوديناميك ده الفارماكوديناميكس دي اللي هي وات ذا بودي اذا دراج داز تو ذا بودي، الدواء بيعمل ايه في الجسم. طيب احنا بقى دلوقتي هنشوف الدراجز اللي احنا اديناهم مع بعض دول هيتخانقوا ازاي مع بعض ذات نفسهم. اول خناقه معانا هي خناقه على الريسبتور، والخناقه اللي على الريسبتور دي انا هسميها انتاجونيزم، هسميها ايه؟ انتاجونيزم. تمام. طيب اول حاجه الخناقه دي حاجه من الاثنين، يا اما كومبيتيتيف يا اما نون كومبيتيتيف. يعني ايه كومبيتيتيف اصلا بالانجلش؟ قالك الكومبيتيتيف دي اللي هي منافسه، فانت عندك تو دراجز بيتنافسوا على نفس المركز على نفس الايه؟ الريسبتور. تمام. دي هي الايه؟ الكومبيتيتيف. طب النون كومبيتيتيف قال لك لا، هما ما بيتخانقوش على نفس الريسبتور، هما في بينهم خناقه بس مش على نفس الريسبتور، ممكن يكونوا بيتخانقوا على تو ريسبتورز مختلفين، لكن هما الاثنين اصلا معروف ان هما ايه الاكشن بتاعهم عكس بعض. تمام. طيب يبقى عندنا اول خناقه معانا اللي هي خناقه على الريسبتور، حاجه من الاثنين، يا اما كومبيتيتيف يا اما نون كومبيتيتيف. كومبيتيتيف اللي هما بيتخانقوا على سيم ريسبتور، اما النون كومبيتيتيف لا ما بيتخانقوش على السيم ريسبتور. طب
طيب اديني مثال كده على الدرجز اللي بتتخانق على نفس الريسبتورز. مين اللي بيتخانق على نفس الريسبتور؟ قال لك الاتروبين والبروبرانولول، الاثنين دول بيتخانقوا على نفس الريسبتور، تمام؟ طيب دول من مثال لمين؟ للكومبيتيتيف. طيب انا بقى لو جيت رحت مزود كميه الاجونست، رحت انا مدي كميه اجونست اكتر، هل كده تاثير الانتاجونست هيتاثر؟ قال لك اه، انت ممكن تتغلب على تاثير الانتاجونست عن طريق ان انت تدي كميه كبيره من الاجونست، تدي كميه اكبر منه من الاجونست، تمام؟ يبقى احنا كده في الكومبيتيتيف قلنا ان هو خناقه على اتنين على سوري خناقه بين اتنين على نفس الريسبتور، واحد فيهم راح قال لك الكتره تغلب الشجاعه وراح مزود كميه الاجونست، وبالتالي عمل ايه؟ اوفركم للاكشن بتاع الانتاجونست. نفتكر تاني هما مين؟ الاتروبين والبروبرينولول. طيب نيجي بقى للنون كومبتيتيف، نفس الكلام بس العكس. ازاي؟ قال لك الاجونست والانتاجونست ما بيتخانقوش على نفس الريسبتور، عارفين. طيب لو انا جيت زودت كميه الاجونست هياثر على الانتاجونست؟ قال لك لا، مش هياثر عليه. انت بقى حط انتاج سوري حط اجونست بقى زي ما انت عايز، مش هياثر عليه، خلاص هو الانتاجونست دخل ثبت وجوده. زي مين؟ زي الفينوكسي بنزاماين، زي الفينوكسي بنزاماين، تمام؟ يبقى عندي الكومبتيتيف الاتروبين والبروبرانولول، والله زود الاكشن سوري زود الاجونست هيتغلب على الاكشن بتاع الانتاجونست. طب النون كومبتيتيف قال لك عندك الفينوكسي بنزاماين، الفينوكسي بنزاماين ده زود الاجونست زي ما انت عايز، مش هيتاثر ويتحرك من مكانه، تمام؟ الاجونست اكشن اوف اجونست كانت بي اوفركمد باي اكزيس اوف الايه اوف الاجونست، تمام؟ يبقى ده كده ايه اول حاجه من الفارماكو دايناميك انتر اكشن. طيب عندي ايه تاني من الفارماكو دايناميك انتر اكشن؟ قال لك عندك انتر اكشن على السيم فيسيولوجيكال سيستم. يعني ايه؟ بص كده، عندك الادرينالين والهيستامين الاثنين بيشتغلوا على البرونكوس، حاطه لكم بين قوسين عشان تفتكروه، الاثنين بيشتغلوا على البرونكوس، تمام؟ واحد بيعمل برونكو كونستريكشن، واحد بيعمل برونكو دايلاتيشن، وبالتالي الاثنين ايه؟ واحد يشد واحد يرخي، واحد يشد واحد يرخي، تمام؟ ده كده مثال على مين؟ على السيم فيسيولوجيكال سيستم، اللي هما بيتخانقوا على مكان عموما، على بيتخانقوا على البرونكس، واحد يعمل لها فازو كونستريكشن واحد يعمل لها فازو دايلاتيشن، غير التاني كانوا بيتخانقوا على ريسبتور، تمام؟ طيب نيجي على ثالث خناقه، قال لك انتر اكشن انفولفد كومبايند. ده بقى الانتر اكشن انفولفد كومبايند ده بقى بص، هو بيقول لك هو انت عندك تو او مور دراجز الاثنين ليهم توكسيك افكت. مثلا يعني عندي الليفر، اديت مثلا دراج او الاثنين دراجز اللي انا هديهم دول الاثنين اصلا ليهم توكسيك افكت على الليفر، طب انت لو اديتهم مع بعض ايه اللي هيحصل؟ قال لك انت بتعك الدنيا اكتر، هما الاثنين هيساعدوا بعض ان هما يدمروا الليفر اكتر. يقول لك بص ايه، combined use of two or more drugs with toxic effect on the same organ can greatly increase its damage. يعني انت اديت اتنين ليهم توكسيك دراج على الليفر، انت بتعجن الدنيا اكتر، الاثنين هيساعدوا بعض ان هما يدمروه اسرع واكتر، تمام؟ ده كده بالنسبه للايه، للانتراكشن انفولفد كومبايند، تمام؟ طيب تعالوا كده ما نقول تاني الفارماكو دايناميك احنا قلنا فيهم ايه؟ كومبتيتيف قلنا عليهم مثالين، نفتكر الامثله اللي على نفتكر امثله الدراجز عشان غالبا بتيجي اسئله ام سي كيو. الكومبتيتيف قلنا المثال بتاعنا اتروبين وبروبرانولول، الاتروبين وبروبرانولول مالهم يا سيدي؟ قال لك بيتخانقوا على نفس الريسبتور، لكن لو زودت الاجونست انا كده عملت ايه؟ اوفركم للاكشن بتاع الانتاجونست. الكومبتيتيف منافسه شريفه. اما النون كومبتيتيف قال لك لا، ما بيتخانقوش على نفس الريسبتور، وزود اجونست زي ما انت عايز الانتاجونست ما بيعملش حاجه. زي مين؟ الفينوكسي بنزاماين، تمام؟ طيب عندك كمان اللي قلنا اللي بيتخانقوا على نفس السيم فيسيولوجيكال سيستم، افتكر البرونكس، واحد بيعمل برونكو دايلاتيشن، برونكس اللي هي الشعب الهوائيه يا شباب، الواحد بيعمل برونكو دايلاتيشن واحد بيعمل برونكو كونستريكشن، واحد بيوسعها وواحد بيضيقها، واحد يشد وواحد يربط، مين اللي بيعمل كده؟ الهستامين والادرينالين، الهستامين والادرينالين بيتخانقوا على البرونكس. طيب الانتر اكشن انفولفد كومبايند دي بقى اللي هي ايه؟ افتكروها انك بتعك الدنيا، دراج ليه توكسيك افكت مع دراج ليه توكسيك افكت، اديتهم مع بعض الف مبروك الاورجان بوز، تمام؟ طيب ريزلت بقى في الانتر اكشن، التفاعلات الدوائيه اللي بتحصل دي ايه النتيجه بتاعتها؟ قال لك النتيجه بتاعتها احنا عندنا اربع حاجات، تمام؟ اول حاجه اديشن اور سمشن، تاني حاجه سينرجيز، ثالث حاجه بوتنشيشن، رابع حاجه انتاجونيز. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده ما نشوف. اول حاجه الاديشن اور سمشن، شفتوا سم؟ فاكرين سم؟ سم اللي كنا لا ما كانتش في الرياضه، ماشي. المهم يعني سم اللي هي جايه من عمليه حسابيه، هو بيقول لك الجبريك سم اوف انديفيدوال اكشن اوف تو دراجز. يعني انا عندي مثلا درج التاثير بتاعه واحد ودرج التاثير بتاعه واحد، اجمعهم كده جمع جبري الجبريك سم، يبقى التاثير بتاعهم الاثنين ايه؟ اثنين، تمام؟ فده الاديشن او سميشن، انت بتجمع جمع جبري للاكشن بتاع، طبعا هو مفيش حاجه اسمها التاثير بتاعه واحد والتاثير بتاعه واحد، انا بديكم مثال اللي هو جمع جبري يعني، تمام؟ فده واحد وده واحد اديتهم مع بعض راح ايه؟
عملوا لي الاكشن اتنين، تمام؟ طيب عشان كده بيقول لك only half of normal dose of each drug is required to produce the desired effect. يعني انت مثلا عندك، انا عايز الجسم يستفيد باكشن واحد بس، تمام؟ فانا هدي نص دوز من هنا ونص دوز من هنا، نص بنص كام؟ نص ونص واحد، تمام؟ طب افتكر كده تأثير دراج بواحد وتأثير الدراج التاني بواحد، لو حطيتهم على بعض هيبقوا كام؟ هيبقوا اتنين، بس الجسم عايز واحد بس مش عايز اتنين، يبقى انت المفروض تعمل ايه؟ تدي نص الجرعة من هنا ومن هنا، ادي نص من ده ونص من ده، نص ونص جمع جبري كام؟ واحد بس. يبقى انا كده حققت للجسم الاستفادة اللي هو عايزها. زي مين؟ زي الهستامين والاسيتايل كولين. الهستامين والاسيتايل كولين الاتنين مجموعين، افتكروها كده، الهستامين والاسيتايل كولين الاتنين مجموعين، وطالما مجموعين افتكروها السمشن، يعني اللي هي مجموعين الجبريك سام، وبالتالي بما اني بجمع جمع جبري ادي نص الجرعه بس. حلو الكلام. طيب ده كده اول حاجه من الريزلت بتاعه الانتر اكشن. تاني حاجه عندك حاجه اسمها السينرجيزم. يعني ايه سينرجيزم؟ قال لك بقى ده الكرم كله، انت عندك دراج التاثير بتاعه واحد وده الاكشن بتاعه واحد، الاثنين هتحطهم على بعض، واحد زائد واحد كام؟ قال لك لا مش اتنين، هما تلاته، تمام؟ فانت عندك النت افكت اوف مور ذان ذا سام، سوري، فانت عندك النت افكت از مور ذان ذا سام، يعني اكتر من الجمع الجبري اوف ذا انديفيدوال ايه افكت اوف وين كومبايند. يعني تو دراجز اهو الاثنين بيولوجيكالي اكتف، الاثنين شغالين، كل واحد والله لو اديته لوحده هيشتغل وكل حاجه زي الفل. طب انا لو جيت احطهم الاثنين مع بعض هيزيد المجموع بتاعهم او يزيد الاكشن بتاعهم عن اللي كل واحد بيعمله لوحده. افتكروها كده، واحد التأثير بتاعه اتنين والتأثير بتاعه ده اتنين، اتنين واتنين كام؟ المفروض اربعة، قالك لا اتنين واتنين ستة او اتنين واتنين سبعة، تمام؟ ده السينرجيزم. كريم بقى، حلو؟ مين اللي بيعمل السينرجيزم ده؟ قالك التراي ميثوبريم والسلفونامايد. تراي ميثوبريم والسلفونامايد، افتكرها تراي اللي هي تراي يعني تلاتة، مثلا قلنا واحد زائد واحد اتنين، فلا الجمع طلع تلاتة فيبقى تراي، اللي هما ايه؟ تراي ميثوبريم. سينرجيزم، واحد زائد واحد بيساوي كام؟ بيساوي تلاتة، ما بيساويش اتنين، فتلاتة تروي اللي هي تروي ميسوبريم سلفونامايد، تمام؟ علشان تفتكروها. ده كده تاني ريزلت من الريزلت بتاعت الانتر اكشن. تالت ريزلت حاجة اسمها بوتنشيشن. بوتنشيشن يعني ايه؟ يعني والله دراج ملوش فيها، دراج ما بيعملش حاجة، ملوش دور اصلا، بس لما بحطه مع دراج تاني بيزود لي الافكت بتاعه، تمام؟ يعني واحد بدخله كده زي ايه؟ زي عامل مساعد، هو مثلا ملوش تاثير على سيستم معين، مثلا دراج ما بيشتغلش على المعده اصلا، هو اساسا ملوش دعوه بالمعده ولا بيجي ناحيتها، بس مثلا انا عندي دراج عايزه ادي للمعده اساسا، فانا هدي الدراج اللي هو ما بيعملش حاجه في المعده ده، هو بيزود الاكشن بتاعه، سواء بقى ايه كيميكال او فيسيولوجيكال، ملناش دعوه بالطريقه. المهم البوتنشيشن ده مقصود بيها ان دراج بيزود الاكشن بتاع دراج تاني، في حين ان الدراج اللي انا اساسا اديته ملوش دعوه بالسيستم اللي هو رايح يشتغل فيه، هو رايح يساعد بس، اللي هو ايه كتفه في كتفه وخلاص، تمام؟ قالك الانتاجونيزم ده when drugs with opposing action are given together، يعني اللي احنا شرحناه في الاول خالص لما كنا بنتكلم على الايه فارماكوداينامكس. قالك الاثنين drugs الاثنين ليهم opposing action، فاكرين واحد بيعمل برونكو كونستريكشن واحد بيعمل برونكو دايليتيشن، الاثنين ليهم تاثير متعاكس، تمام؟ طب انواع الانتاجونيزم دي ايه؟ قالك والله ممكن يكونوا الاثنين دول متعاكسين فيسيولوجيكال، ممكن يكونوا متعاكسين كيميكال، ممكن يكونوا متعاكسين فارماكولوجيكال. فيسيولوجيكال زي ايه؟ قال لك مثلا هو انت عندك الاثنين الاثنين دراجز دول ليهم تاثير مختلف، بس ما بيشتغلوش على نفس الريسبتور، لكنهم بيشتغلوا في نفس السيستم. ازاي؟ قال لك انت عندك مثلا هما بيشتغلوا في نفس السيستم، نفس الجهاز التنفسي مثلا، تمام؟ نفتكر مثلا عشان نربطها ببعض، عندنا الادرينالين والهستامين، الادرينالين والهستامين بيشتغلوا الاثنين في الجهاز التنفسي، حلو الكلام؟ واحد بيعمل برونكو كونستريكشن واحد بيعمل برونكو دايلاتيشن، ده شغال على ريسبتور وده شغال على ريسبتور تاني خالص، ما بيتخانقوش على نفس الريسبتور، تمام؟ يبقى انا عندي تو ديفرنت ريسبتورز بس في نفس السيم سيستم. طيب الكيميكال زي مين؟ قال لك الكيميكال زي اسيد وبيز، دراج اسيد ودراج بيز، لو اديتهم الاثنين مع بعض ايه اللي هيحصل؟ قال لك الف مبروك، هيحصل تعادل، ولا ده اشتغل ولا ده اشتغل، تمام؟ يبقى ما ينفعش اديهم الاثنين مع بعض، ده كده الكيميكال. طب الفارماكولوجيكال ده اللي هو ايه؟ قال لك الاثنين اللي بيشتغلوا على السيم ريسبتورز، لو نفتكر الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف بيتخانقوا على نفس الريسبتور، واحد اجونست والانتاجونست الاثنين بيتخانقوا على نفس الريسبتور. في الكومبيتيتيف نفتكر قلنا ايه؟ لو زودت الاجونست هي اوفركم الاكشن بتاع الانتاجونست، زي مين؟ الاتروبين والبروبرين والول. لكن النون كومبيتيتيف قال لك هما الاثنين ما بيتخانقوش على نفس الريسبتور، بس انت خلي بالك لو قعدت تزود الاجونست من هنا للصبح مش هيجرى حاجه للانتاجونست زي الفينوكسي بنزاماين. وبكده نكون وصلنا لنهايه توتوريالنا النهارده،
شكرا ليكم على حسن استماعكم، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لنا في الكومنتس او ابعتوا لنا، وشكرا.